الدفاع محتاج بس مهاجم، ده اللي يقلق ارسنال. مش هيبان في المباراه الاولى او المباراه التحضيريه، هيبان طوال الموسم. في بعض الاحيان انت محتاج مهاجم يسجل لك اهداف. نيجي بقى لحته التحفيز اللي انا قلت لك عليها بالنسبه لجوارديولا. المدرب لازم يبقى هو الترمومتر، لان علامات التشبع لها، اي تشبع له علامات ومؤشرات، بدايه من لمعه العين. لما تشوف اللعيبه مطفيه عينيها كده وايه، ومفيش اللمعه ومفيش الشراره ومفيش النار من جواه، المدرب يحسها، لعيب الكوره السنس يحسه، ده مؤشر تشبع. زياده الوزن زي كوفازيتش كده زايد وزنه، زي جوارديولا زايد وزنه، نفس حاتم لا هي زايد استوديو بدون لمعه هي مؤشرات ايوه انما انا بدايه استوديو حسيت ما في لمعه، وبصراحه انتوا الاثنين وزنكم زايد. لا بس انا خلصت، انا عندي شهر كامل اشتغل. لا بس والله العظيم عندي شهر كامل عشان كذا اللمعه راحت. كلمه بجد والله، والله العظيم يا محمد، الجري يبان ان الجري قليل، هاي دي مؤشرات بس، ممكن اول شهرين ثلاث شهور تشوف كمدرب ما بانش كده، بس بيبقى لها علامات. لان احنا كلاعيبه وتحضر اجتماعات المدرب، في لعيبه تحس انها سرحانه تشبع، انت بتقول اي كلام، والله العظيم ده السنس اللي بيحصل. مش صعب المدرب بتاعنا المدرب جوزيه كان خبره كبير قوي، يعرف اللعيب من السلام بتاعه ويقول لك انت نمت كويس، انت عندك النغم الموجود، الشغف الموجود والنغم والشراره الموجوده عشان تقدر تجري وتتحمل وتضحي وبتاع. لان اللعيب زي ما بقول لك يا كابتن حاتم، انتوا عندكم نفس الاحساس الرياضي، يوصل لكل حاجه، انجز كل حاجه. طب انا هجري ليه؟ طب انا هصحى بدري ليه؟ طب انا هنام بدري ليه؟ لكن محمد نسيتي لم يحقق كل شيء. مثلا التشبع يحدث الثلاثيه، لكن لم يحدث لها من سنوات طويله. لاحظ السيتي حق شامبيونز ليج، بعد ما مشوا حد طرابلسي كهدف من الثلاثيه. خلينا نكون واقعيين، انا اليوم لما مثلا ياتي فريق فايز 4-5 شامبيونز ليج وفايز ب 12 14 دوري، ريال مدريد مثلا ومع هذا ليس هنالك تشبع في مدريد. قصدك تشبع في فريق مثل ريال مدريد ممكن يمكن منطقي. ليفربول عنده 6 شامبيونز ليج، يمكن السيتي عنده واحدة وفاز بها كما يقولوا بالعافية، كما يقولوا اخواننا المصريين، بمعنى كانت صعبة للغاية. إيه بس لهذا الجيل كان حلم هو الفوز بالشامبيونز ليج. اوكي بس لا يوجد تشبع، التشبع يحدث لما انا مثلا كلاعب احدث 3-4 شامبيونز ليج، يمكن على مستوى الدوري وحق 4-5 مع هذا جوارديولا. وايضا في استثناءات، لان احنا شفنا ميسي ورونالدو في القمة بعد تحقيق 4 شامبيونز ليج والدافع موجود. لكن انا اتكلم على التشبع مثلا اليوم. انا اقول يا حاتم الخوف ان يوصلوا لدرجة التشبع، مش قلت ان هم متشبعين. هذا اللي هو وده النظره لاي مدرب، انه السكواد بتاعه رايح فين، المستقبل بتاعه رايح فين. بس انا اليوم شفت مؤشرات نوعا ما سلبيه، خاصه الشوط الاول كان شوط متواضع. لا الشوط المتواضع، لاحظ محمد، الشوط المتواضع للامكانيات الفنيه الموجوده في الفريق، اسلوب اللعب، اسلوب اللعب. ثانيا اليوم لما نتكلم على جوارديولا، جوارديولا في شيء معناه هو لا مدرب